شائعة من الشائعات اللي انتشرت على مدار 24 ساعة ماضية ورصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. دايما هو معودنا على كده ودايما بيقف للشائعات بالمرصاد، وقال إنه في ضوء اللي تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف ولنفت هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت إنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، وشددت على أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان على النحو اللي تمت به في العام الماضي، بحيث تكون مدتها في حدود نص ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة، وأيضا إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن، مع التجديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط اللي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. وفي هذا الإطار برضو ممكن ترجعوا للمكالمة اللي احنا أجريناها يوم الخميس أول أمس امبارح، وقدرنا ان احنا نقترب من الضوابط الخاصة بصلاة التراويح، وعرفنا كل التفاصيل من وزارة الأوقاف.